حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي السعر الاسترشادي للصكوك التي يعتزم طرحها بالدولار، والتي تعد ثاني إصدار لأدوات دين للصندوق خلال هذا العام بعد سندات خضراء بقيمة 5.5 مليار دولار طرحها في فبراير الماضي. وفقا للسعر الاسترشادي، حدد الصندوق العائد على الصكوك لأجل 5 سنوات عند 150 نقطة أساس فوق عائد السندات الأمريكية لنفس الأجل، وبلغ العائد على الصكوك لأجل 10 سنوات 170 نقطة فوق عائدات السندات الأمريكية لذات الأجل، وذلك وفقا لوكالة بلومبرغ التي أشارت إلى أنه من المرتقب تحديد التسعير النهائي اليوم. وينضم إلينا من الرياض سيد محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة، مرحبا بك معنا سيد محمد. دعني أسألك في البداية عن أداء المؤشر بشكل عام، هناك عديد من النتائج سنتحدث فيها، لكن بداية أداء المؤشر مطلع هذا الأسبوع انخفض المؤشر مجرد ما لامس 10,500 نقطة، ارتد مرة أخرى، ماذا يعني هذا بالنسبة سواء كان للفرص أو أداء المؤشر خلال الفترة القادمة؟ أولا نمسي عليكم وعلى جميع مشاهدي قناة الشرق. بالنسبة للمؤشر العام والسوق السعودي، هو من ضمن جميع أسواق العالم حتى الآن الضغوط من التحليل الأساسي، نتكلم عن ارتفاع التضخم في العالم وخاصة نتكلم عن التضخم في أمريكا. نزلت القراءة السابقة قبل في يوم 12 أكتوبر لقراءة سبتمبر، للأسف كانت التوقعات أن يكون هناك في انخفاض في التضخم، ولكن لا زال التضخم كما هو مرتفع، فهذا معناته انه التوقعات قد تستمر معنا خاصه في الاجتماع القادم الفدرالي الامريكي 1 نوفمبر، انه اما تثبيت الفائده او رفع الفائده، وكلاهما تعتبر سلبي على اسواق الاسهم، فهذا الشيء يعتبر ضاغط على جميع الاسواق. بالنسبه للمؤشر عندنا لو تكلمنا من ناحيه فنيه، من مجرد انه كسر مستويات ال 10,800، وسبق في لقاءات سابقه معكم تكلمنا عن هذه النقطه واهميتها، مجرد كسرها نتكلم عن اخلاقات اسبوعيه، معناته انه هناك في تراجعات، في لدينا نقطتين دعم قويه، نتكلم عن متوسط 200 اسبوع يقف عند 10,300، ونتكلم عن قاعين مزدوجه سابقا حصل من انها ارتدادات للمؤشر الى مستويات ال 14,000، نتكلم عند مستويات ال 10,000، لذلك اتوقع والله العالم انه الى أن نصل إلى القرار الفيدرالي في 1 نوفمبر حنشوف المؤشر في ناحية التذبذبات في حول هذه النقاط. سبب يمكن الارتفاع اللي حصل خلال هاليومين والجلستين الماضية أتوقع هي فقط لتفاعل مع أسعار النفط العالمية عندما بدأت في الارتفاعات، الآن هي واصلة إلى مستويات تلامس ال 93 دولار نتيجة الأحداث الجيوسياسية اللي الآن جالسة تحصل في المنطقة. هذه الأشياء هي اللي جالسة تؤثر، ولكن نتكلم بشكل عام الأسواق لا زالت حتى الآن هي تحت الضغط للتضخم وأسعار الفائدة المرتفعة. متى ما بدأت أسعار الفائدة في الانخفاض نستطيع نقول أن احنا بدأنا في عملية إن شاء الله الارتفاع. مرحبا بك محمد. دعنا ننتقل إلى نتائج أعمال الشركات. سبكيم تعلن عن نتائج دون التوقعات للربع الثالث، كانت التوقعات تنصب عند 400 أو متوسط التوقعات عند 403 ملايين ريال، ما تم تحقيقه فعليا هو 233 مليون ريال. يبدو أن التعافي لقطاع البتروكيميكال ليس بقريب، هل تتفق؟ أخ عبد الله، ترى الموضوع ليس فقط في قطاع محدد، الموضوع عام بشكل كبير جدا على جميع القطاعات وفي جميع أسواق العالم، حتى لأنك نتكلم كنشاط اقتصادي، التضخم وارتفاع التضخم اللي جالسين نشاهده في العالم هذا مؤثر جدا على مسألة الطلب. الطلب الآن بدأ في الانخفاض، وهذا عندما يتم عملية الطلب في الانخفاض تقوم بكثير من الشركات أنها تحاول قدر الاستطاعة أن تخفض في الأسعار من أجل أن تحقق نوع من المبيعات، وهذا يمكن شاهدناه في إعلان سبكيم أنه انخفاض الأرباح لديها كان نتيجة انخفاض في أسعار المبيعات غير الأسعار اللي كانت تبيع فيها سابقا، بناء على انخفاض الطلب اللي موجود اللي هو الطلب العالمي. الشيء الآخر برضو انخفاض أرباحها في شركات زميلة، فلذلك القطاعات كلها كاملة حتشهد مسألة حتى الانخفاضات اللي راح نشوفها، حتى القطاع البنكي، يعني احنا القطاع البنكي جالسين نقول انه هو القطاع المستفيد من رفع الفائدة، فهل في ارتفاع الفائدة، وسابق كان في معكم لقاء قلنا ارتفاع الفائدة قد تكون سلاح ذو حدين،
عندما ترتفع إلى مستويات تعتبر مبالغ فيها هتكون سلبية على جميع القطاعات، حتى القطاع البنكي الآن كثير من الأفراد وكثير من الشركات بالنسبة للتمويل توقفوا قليل في مسألة أنهم يأخذوا قروض من البنوك بسبب أنه ارتفاع أسعار الفائدة، يترقبون انخفاض أسعار الفائدة لأخذ القروض. لذلك ارتفاع الفائدة وارتفاع التضخم يعتبر شيء سلبي على جميع القطاعات وعلى جميع نعم الاقتصاديات عامة، وهذا شيء طبيعي اللي جالسين نشهده حاليا، ولكن نعم يعتبر طيب مع وجود تفضل. الأرباح لدى الشركات تعتبر جيدة. طيب بالنسبة لإعلان شركة دريس أرباح دريس اللي ارتفعت ب 10%، يعني تحليلك لمعدلات النمو بالنسبة لأرباح الشركة، وهل تعاني الشركة من ضغط في هوامش الأرباح بسبب طبيعة النشاط والأسعار المحددة والثابتة بالنسبة لأسعار الوقود، وهل أيضا يجب على الشركة ربما التوسع بشكل أفقي أكثر في نشاطها المعروف عنها؟ طبعا الشركة أولا عندها يعني عدة أنشطة، نتكلم عن نشاط النقليات ونتكلم برضو عن نشاط محطات الوقود، وكلاهما يمكن حققت نتائج جيدة. ما في صراحة غنى عن الوقود، لذلك هذا الشيء اللي ممكن نوعا ما يكون فيه تحقيق أرباح. الخطة لدى الشركة في مسألة التوسع والوصول إلى أرقام نتكلم 100 محطة في المملكة، هذا الشيء يخلي الشركة أن الأرباح اللي تكون موجودة يتم استخدامها في مسألة التوسع، فليست على التوزيعات، يعني هي تكون على التوزيعات ولكن في صالح المساهمين في مسألة نمو الشركة ونمو الأرباح من خلال التوسع اللي جالس نشوفه. فالشركة عندها خطة بالعكس جميلة جدا، وفي نفس الوقت مسألة تحقيق الأرباح بهذا الشكل وتنوع الأنشطة لديها تعتبر جيدة. فالشركة حتى الآن أنا أشوفها من ناحية النمو، من ناحية تحقيق العوائد، ومن ناحية الخطة لها تعتبر جيدة بإذن الله تعالى. طيب عموما أدركنا الوقت، كنا نود أيضا نستطرد معك في الحديث اسمح لي السيد أستاذ عبد الله، محمد. أستاذ عبد الله، تفضل أستاذ سريعا عبد الله سريعا تفضل. سريعا، أكوا باور، لأنه تحدثت في بداية اللقاء أنه ارتفاع في أكوا باور، أكوا باور اليوم نزل عليها خبر تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة اللي هو الأستاذ عبد الله عبد الجبار، اللي هو اصلا مدير شركه سنابل للاستثمار المملوكه لصندوق الاستثمارات. فمثل خبر زي هذا انه يكون لديها عضو في مجلس اداره باهميه مثلا الاستاذ عبد الله عبد الجبار، هذا يعطي الشركه نوع من التحرك اللي هو نشوف التاثير الايجابي. دائما الاخبار ولكن تحرك هذه الارتفاعات الشركات. سيد محمد هي منذ بداية هذا الأسبوع، والأسعار وصلت إلى هي الأعلى منذ الإدراج. ربما الطاقة برضو على الطاقة، أسعار الطاقة العالمية المرتفعة مع التأثيرات الجيوسياسية برضو تستفيد منها شركات الطاقة عامة. نعم محمد بن فريحان رئيس مجلس إدارة المحترفة القابضة كان معنا مباشرة من الرياض.